فلاش الكان على أنفس بريز، أهلا بكم. أسود الأطلس يحطون الرحال بالمغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا. تجرى يوم غد الجمعة أولى مباريات دور الربع النهائي كأس أمم إفريقيا، والمواجهة الأولى تجمع بين نيجيريا وأنغولا بداية من الساعة 6 مساء، والمباراة الثانية تجمع بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا على الساعة 9 مساء. نهاية الفلاش، إلى اللقاء. Thank you.